مساء الخير عليكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج ايدي بايدك. طبعا حابه افكركم في البدايه ان برنامجنا برنامج اجتماعي بيهدف للم الشمل، ودايما احنا كاسر البرنامج بنحاول نكون جزء من حلقه الوصل في المجتمع دايما، وعشان ما ننساش ابدا فحبينا نكون مع المجتمع في يوم اليتيم. وكان يوم اليتيم ده يوم عظيم جدا، وكان يوم ليه محفل خاص، وكان لينا دور خاص كأسرة برنامج ايدي بايدك، وقدرنا كأسرة برنامج نكون موجودين في اليوم العظيم ده ونكون جزء منهم. وكان يعني لما احنا رحنا وشفنا قد ايه الناس كانت مهتمه يعني بيوم اليتيم ده، انا قد ايه فرحت، وقد ايه كان يوم حلو قوي، وقد ايه فرحنا مع الاطفال، وقد ايه الناس دي تعبت فعلا عشان تسعد الاطفال دي. وهنروح دلوقتي نشوف تقارير ونشوف اليوم بتاع اليتيم ده ونشوف تقاريرهم. خالد المليجي عيد مجلس الشيوخ عن محافظه الجيزه، اهلا بحضرتك. كنا عايزين حضرتك تتكلم يعني عن خاطر فعاليات النهارده بحفل يوم اليتيم. هو طبعا يوم جميل بنستناه من السنه للسنه،
على اساس ان احنا بنقدر نتواصل فيه بشكل جدي مع اليتيم، واكيد احنا بنهتم بيه طول السنه، لكن اليوم ده بيبقى يوم عيد ويوم فرحه لينا كلنا معاهم. يعني عايزين حضرتك تعرفنا ازاي يعني بيتم دعم الايتام؟ لا، هو دعم الايتام احنا هنا في الحزب مهتمين جدا بالاسره والمراه المعيله والايتام، ده طبيعي في الحزب، وبنبقى سعيدين جدا واحنا موجودين في هذا الموقف، ان اولادنا دول هم اللي تم دول اولادنا كلنا، ف يعني بنبقى سعداء زي ما قلت ومبسوطين، وربنا يسعدنا كلنا ان شاء الله. نشكر حضرتك استاذ مليجي، بس عايزين نسال حضرتك اخر سؤال، حضرتك ايه المبادرات الاخيره اللي حضرتك هتقدمها لاهالي امبابه؟ لا، في مبادرات كثيره ان شاء الله رمضان جاي باذن الله. في الحزب هيقوم بتوزيع وجبات سخنه، هيقوم بتوزيع كراتين رمضانيه للاسر المحتاجه، خاصه في ظل وجود كورونا اثر على العماله المصريه بوجه عام، ففي دعم ان شاء الله الحزب بيقدمه في الجيزه لامبابه، وامبابه الاهالي للمحتاجين دعم في امبابه ان شاء الله. هل تحب تقول اي كلام تاني؟ اشكرك، ربنا يخليك، شكرا حضرتك. طيب نقدم الشكر للاستاذ وليد المليجي عضو مجلس الشيوخ عن محافظه الجيزه. مساء الخير استاذ سيد، امين امانه اسم امبابه بحزب مستقبل وطن. كنا عارفين حضرتك، نور عليك وعلى كل مشاهدينك. اهلا بحضرتك، كنا عارفين ان حضرتك بتقدم مبادرات كتير من خلال الحزب، فكنا عايزين نعرف اخر مبادرات للحزب ايه؟ الحقيقه مستقبل وطن بالنسبه لامانه امبابه بنقدم اكتر من مبادره. اخر المبادرات عندنا اللي كانت موجوده النهارده حفله عيد الطفل اليتيم، طبعا دي حفله احنا متعودين بنعملها كل سنه، بنحتفل باطفالنا اطفال امبابه، بان احنا بنحسسهم ان احنا موجودين معاكم، وفي ظل القياده السياسيه الحكيمه الرئيس عبد الفتاح السيسي ومبادره حياه كريمه، اعتقد انه مش هيبقى في طفل يتيم في مصر بعد كده، لان كلنا بنحتضن اطفال مصر، وان هم الجيل اللي جاي هم اللي هنسلم لهم الرايه، فلابد ان هم يلاقوا مننا يعني مزيد من الرعايه في الايام اللي جايه، وده النهج اللي بتتبعه الدوله المصريه في المرحله اللي جايه. تمام يا فندم، حضرتك عايزين نعرف ايه المبادرات الاخيره اللي حضرتك هتقدمها من خلال الحزب في رمضان ان شاء الله؟ اقول لحضرتك على حاجه، هو رمضان طبيعيه يعني بيبقى فيه اكتر من مبادره احنا بنعملها، يعني بنعمل افطار صائم، ده مبادره بيستمر معانا في كل رمضان تقريبا على مدار ال 30 يوم، كل يوم بنقدم وجبات جاهزه، طبعا نظرا لجائحة كورونا اللي موجوده دلوقتي احنا ما بنعملش ازدحام، وبنراعي العوامل الصحية اللي بين المواطنين وبعضها، فبالتالي بنعمل وجبة جاهزة بيجي المواطن ياخدها وبيفطر في بيته. طب ميرسي، حضرتك تحب تضيف أي حاجة تانية؟ عايز أقول إن مستقبل الوطن دايماً موجود مع الناس، وموجود معاهم في الشارع، وموجود معاهم في كل مشاكلهم، وإحنا دايماً بنعمل من أجل الوطن ومن أجل المواطن، وده دي أهداف مستقبل الوطن في المرحلة اللي جاية، إن إحنا نشوف اتجاهات المصرية رايحة فين، نساند القيادة السياسية، نساند الدولة المصرية، نقف مع أهلينا، هو ده تقريبا يعني اللي هنشتغل عليه في المرحلة الجاية، إن احنا نبقى موجودين دايما مع المواطن في الشارع. نشكر حضرتك أستاذ سيد درويش أمانة اسم امبابة بحزب مستقبل وطن، نشكر حضرتك يا فندم. شكرا ليك وأنا سعدت باللقاء، شكرا. أهلا وسهلا أستاذة جميلة. جميلة العشري أمينة المرأة في حزب مستقبل وطن أمانة اسم امبابة. اهلا بحضرتك، كنا عايزين نعرف من حضرتك الفعاليات اللي انت قمت بيها من خلال تحضير حفله يوم اليتيم. والله ده بيعتبر اجمل يوم عندي، ان احنا نسعد طفل يتيم، ودي يعني هو ابني امبابه كلها، وعندنا في الحزب قايمين بحاجات كتير قوي، بس اهم يوم عندنا بيعتبر هو يوم اليتيم. احنا كنا جايبين لهم فعاليات كتير زي الاراجوز وعرايس ورسوم على الوجه، وعملنا لهم حاجات كتير قوي، قدمنا لهم فوانيس عشان رمضان، ودي ابسط حاجه نقدر نقدمها لهم. كنا عايزين نعرف من حضرتك ايه المبادرات الاخيره حضرتك هتقدميها للناس يعني في امبابه من خلال الحزب؟ ان شاء الله ان شاء الله رمضان الجاي ان شاء الله هنعمل وجبات ساخنه ونفرقها على الاطفال وعلى العائلات الغير قادره بواسطة الحاج سيد وبواسطة الحزب هنا عندنا،
وهنقوم ان شاء الله هنجيب لبس للاطفال، وهنروح اكتر من مدرسه نشوف الايتام اللي فيها، لو نقدر نعمل معاهم اي حاجه نعملها ان شاء الله. تشرفنا بحضرتك استاذه جميله، حضرتك تحبي تضيفي اي حاجه تانية؟ ميرسي يا فندم وميرسي لذوقكم، وكان يوم جميل بوجودكم معانا. ميرسي استاذه جميله. ميرسي الأستاذ إيهاب أنديل مسؤول عن العلاقات الحكومية في حزب مستقبل الوطن، عايزين نسأله عن المبادرات اللي هو بيعملها. السلام عليكم، مساء الخير يا فندم. إحنا الحمد لله رب العالمين في الفترة اللي فاتت أمانة قسم إمبابة بتشهد العديد من المبادرات قمنا بيها، من ضمنها مبادرة فيزا ميزة لأصحاب المعاشات وتيسير الأعمال بالنسبة لهم. برضو عملنا كذا مبادرة خاصة بموضوع المعاشات، تسهيل إجراءات المعاشات، التضامن الاجتماعي، التعاون مع التأمينات الاجتماعية. وبالنسبة لأمانة شؤون العلاقات الحكومية اللي أنا مسؤول عنها، يعني هي خاصة بكل ما يخص المواطن في التعامل في الجهات الحكومية وفتح سبل التعاون والتواصل بين أمانة قسم إمبابة والجهات الحكومية اللي داخل منطقة إمبابة. والحمد لله قمنا يعني بدور فعال في الفترة اللي فاتت بالتعاون مع السادة التنفيذيين داخل إمبابة، وإن شاء الله القادم يكون أفضل لأهلنا في إمبابة لخدمتهم إن شاء الله. بشكر حضرتك جدا. أنا أستاذ محمد علي، ممكن تعرفنا بنفسك؟ محمد علي، أمين الإعلام في أمانة اسم إمبابة حزب مستقبل الوطن. إحنا ملاحظين إن الحزب مشارك في فعاليات كتيرة، ممكن نعرف إيه آخر حاجة ومشارك فيها؟ الحزب النهاردة عامل احتفال بيوم اليتيم، جايبين بعض الأيتام من أبناء الشهداء، سواء إذا كانوا قوات مسلحة أو شرطة أو لبعض الناس اللي موجودين هنا في إمبابة. الحزب خلال الفترة الأخيرة بيحاول بقدر الإمكان يعمل فعاليات دعم لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. موجود هنا بعض المبادرات الخاصة بالتوظيف والخاصة بذوي الهمم، في هنا برضو الفعاليات اللي بتبقى خاصة بالشؤون القانونية. الحزب بيدعم جدا موضوع قضايا الأسرة وإعلام الوراثة، الحزب هنا بيعملها مجانا لأصحاب الحالات الخاصة. موجودين الحمد لله ومتفاعلين جدا في الشارع الإمبابي، ومتهيألي دلوقتي الشارع كله شايف وعارف حزب مستقبل الوطن بيعمل إيه لصالحه، وإيه بعض الخطوات اللي بيتخذها الحزب لصالح المواطن. إحنا هنا بيدعمنا سيد درويش أمين اسم إمبابة، بصراحة مساعدنا في كل حاجة وبيحاول بقدر الإمكان يسخر كل مجهوداته ومجهودات الحزب لخدمة المواطن الإمبابي. بشكر حضرتك. سكرتير عام جمعية الكلمات الحسنة، أمانة المرأة حزب مستقبل الوطن عزبة المطار. ممكن تعرفينا الخدمات اللي انتوا بتقدموها؟ احنا بنقدم خدمات شهرية لذوي الهمم، وبنوفر علاج، بنطلع اسطوانات أكسجين لكورونا وغير كورونا برضو. بشكر حضرتك جدا. ورجعنا تاني بعد ما شفنا اليوم العظيم ده وقد ايه كانت المبادرة العظيمة اللي كان مقدمها حزب مستقبل الوطن، ونحب نشكر كل من ساهم في العمل العظيم من اجل يساعد هؤلاء الاطفال. وكان في بقى موضوع تاني كنا حابين نتكلم فيه، وموضوع منتشر جدا وموضوع يعني زاد جدا كتير قوي على المواقع وعلى يعني السوشيال ميديا، ومفروض ان احنا دايما نبقى يعني واخدين اشد الحرص في الموضوع ده، وهو موضوع خطف الاطفال. كان في كده حالة يعني ناس كتير شافوها وناس كتير عرفوها، وهو الطفل المخطوف اللي هو محمد حمادة، مخطوف من مستشفى بوريش. الطفل دون في واحدة خدته من مامته على اساس انها دكتورة، فاحنا رحنا صورنا، الحمد لله صورنا مع اهل الطفل، وحابين دلوقتي نروح نشوف التقرير بتاعه. كنت رايحة اكشف فيه في مستشفى تبوريش، قطعت تذكرة، كنت انا 218، جت واحدة لابسة بلطو ابيض ولابسة دكتورة، بتقول لي ابنكم بيكح منك كده ليه؟ بقول لها ده عنده نزلة شعبية حادة. قالت لي تعالى دخلت معايا انا شغالة جوه. فبتاع امي يقول لي رايحة فين؟ بقول انا داخلة مع الدكتور. قال لي خلاص خشي. دخلنا طلعنا اول دور، فضلت انا فوق شوية وهي قالت لي انزل اعمل تحت محاولة مع الدكاترة، فنزلت تحت بعدها 5 دقايق كده طلعت، قالت لي انا عملت 3 محاولة وهيدخلوه في اوضه الاكسجين. قلت لها معلش، نزلنا تحت. بعد كده قالت لي انا عايزه صوره الشهاده وصوره البطاقه بتاعتك، فلازم تصوريهم.
عيد كان اخش الاوضه دي بتاع الاكسجين اعمل له جلسه على ما انت متصور الورق. على ما انا مرات صورت الورق وجيت انا ما لقيتهاش في المستشفى. فضلت اصرخ، واحد بيقول انت في ايه اللي ضايع منك؟ بقول له ده ابني. بعد كده فضلنا بقى ندور في المستشفى كلها ما لقيناهاش. طلعنا اوضه فوق فيها كاميرات، تابعنا الكاميرات وكده، ولقيناها خارجه من باب الجراج من بره. فرحت عملت محضر في اسم السيده زينب، وبعد كده رجعنا المستشفى. اسمي حمادي رجب، والد الطفل محمد المخطوب من سيف ابو الريش، هو خطف يوم الاحد. فكان رايحين نكشف عليه، ووالدته اتصلت بيا قالت لي محمد اتخطف. فاتجهت الى المستشفى، ورحت المستشفى لقيت معاه المباحث وقالوا لي ان شاء الله تطمن ومفيش حاجه، ان شاء الله هنجيب لك محمد. فقعدنا نبحث معاهم، فطبعا قالوا لنا المركز الاسم عشان نسمعوا اخبار حلوه قريبه ان شاء الله. فرحنا المركز طبعا، هم كانوا بيجيبوا لنا صور وما كانش بيطلع محمد. أحب أشكر في النهاية رجال المباحث اللي هو وائل والظابط مصطفى والظابط أحمد أبو سنة والظابط حسام والظابط عاصم والظابط ورئيس المباحث. أنا عبد الرحمن سمير ابن عم الطفل. لما جالنا الخبر طبعا فحبينا ان احنا نعمل مشاركه على الفيسبوك وكده، فنزلنا صوره الطفل في كذا جروب وكذا واحد ساعدنا وكده، والجروبات كلها تعاطفت معانا وكلمنا كذا حد وبدانا ننشر الصوره بشكل كبير يعني. والحمد لله يعني جات لنا كميه كبيره قوي من المشاركات، وطبعا الحمد لله واحنا بنشكر كل اللي وقف معانا وكل اللي كلمنا وكل اللي اتصل علينا. انا جالي في اليوم دوت اكتر من 3700 مكالمه تليفون من الناس كلها من جميع المحافظات. انا بشكر الناس كلها انها وقفت معانا، والحمد لله ان الطفل رجع لنا بالسلامه. وبشكر طبعا رجال الامن وبشكر الشرطه وبشكر رئاسة مجلس الوزراء وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحمد لله احنا بنحمد ربنا ان الطفل رجع لنا بالسلامه. وبشكر كل اللي واقف جنبنا طبعا، اهالينا في قريتنا في كل حته. بشكر قريه الريغه طبعا باكملها، بشكر زاويه ابو مسلم وشبرمنت والحومديه والبدرشين، بشكر كل الناس. ورجعنا لكم تاني بعد ما شفنا التقرير عن حاله الخطف. ولازم بجد يا جماعه ناخد بالنا كويس جدا من ولادنا، لازم كأب وكأم نبقى حريصين حرص يعني زياده عن اللازم، عشان ما نجيش بعد كده نقول ولادنا اتخطفوا. ومعانا عبد الرحمن ابن عم الطفل. الو الو، عرفنا بنفسك يا عبد الرحمن. انا عبد الرحمن سمير ابن عم الطفل. اهلا وسهلا. كنا عايزينك عبد الرحمن تقول لنا فرحتكم ايه وايه اللي انتوا حسيتوه لما الولد رجع. اولا والله احنا طبعا فرحتنا كانت كبيره جدا، والفرحه ما كانتش لينا احنا بس والله، ده كانت للبلاد اللي حوالينا كلها، وكانت مصر كلها بصراحه. وكان يعني كان رجوعه كانت حاجه كبيره بالنسبه لنا والله، لان احنا كنا يعني مفتقدين الامل ان هو يرجع. بس الحمد لله طبعا كله بامر ربنا، والحمد لله ان هو رجع. تمام. وحضرتك بقى تحب تقدم الشكر لمين يا عبد الرحمن؟ طبعا احب يعني اقدم الشكر لوزاره الداخليه والرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسه الوزراء واسم السيده زينب باكمله، والناس اللي اتصلت بينا والناس اللي ما سابتناش، وبشكرهم جدا والله. يعني انا بشكرهم جدا جدا يعني. تمام يا عبد الرحمن، تحب تضيف اي حاجه ثانيه يا عبد الرحمن؟ نعم. تحب تضيف اي حاجه يا عبد الرحمن؟ لا ربنا يخليك. تمام. طبعا بنشكر عبد الرحمن اللي عمل لنا دلوقتي مداخله. تمام. ودلوقتي احنا كده نكون وصلنا نهايه حلقتنا، وعايزاكم تستنوني في حلقه جديده من برنامج ايدي بايدك كل يوم ثلاثة.